سلام الله عليكم مشاهدينا في الجزء الخامس عشر من سلسلة مراجعة الحرب السورية ضمن برنامج قواعد الاشتباك. نتابع مراجعة الدور التركي في هذه الحرب، وكيف اتخذت أنقرة قرار إسقاط النظام ولماذا، وكيف احتضنت المعارضة وأشرفت على تشكيلاتها السياسية ومن ثم العسكرية. مشاهدينا، نراجع الدور التركي في الحرب السورية مع ضيوفنا في الاستوديو الكاتب السياسي الأستاذ حمزة تكين، ومن اسطنبول دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية، ومن باريس الأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية. أحييكم ضيوفي الثلاثة ونبدأ هذه الحلقة. أستاذ حسني محلي، كما وعدتك في الأسبوع الماضي أن تكون الحلقة من عندك في تفسيرك لفشل الوساطات التركية في البداية، لماذا؟ وهل كانت تركيا فعلا لديها نوايا لاحتواء الموقف عبر الإصلاحات، عبر تبني الحكومة السورية النظام في سوريا للإصلاحات، وكيف تحول الموقف بعد ذلك إلى حالة العداء؟ يعني بعد 8 سنوات من الأزمة، مع الأسف الشديد لا أستطيع أن أقول بأن لتركيا كان آنذاك نية في هذا الموضوع. لو كانت تركيا حريصة على الديمقراطية في سوريا وحقوق الشعب السوري، لكانت على الأقل 5% حريصة على حقوق الشعب البحريني الذي انتفض كما قيل آنذاك في نفس اليوم من أحداث درعا 2011 آذار. اثنين، الوضع الحالي الآن ما نراه بكل التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بدور تركيا في الشمال السوري، في أحداث درعا، فيما يتعلق بالتواجد التركي غرب الفرات من جرابلس إلى عفرين، والعلاقة بين تركيا وكل الفصائل، ليس فقط ما يسمى بالجيش الحر، مع كل الفصائل المقاتلة في سوريا، ألا يثبت ما قلناه في البداية بأن لتركيا كان نية بأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن؟ الآن هذا هو السؤال المهم. أخ كمال، أنت تعرف يعني للتاريخ مع الأسف الشديد هناك قضايا لا نستطيع أن نتحدث عنها. يعني أنا شاهد على كل التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالعلاقات التركية السورية بكل تفاصيلها، ليس فقط حتى بالوساطات، علاقتي مع الطرفين حتى بالوساطات، بالوساطات في البداية، بالوساطات وغير الوساطات. نعم، لأنني أنا موجود في تركيا وأعرف التاريخ التركي جيدا وأتابع الأحداث يوما بيوم. يعني سؤال بسيط جدا، أنت قبل قليل تحدثت عن برهان غليون، كتاب برهان غليون. يعني برهان غليون ما الذي جاء به إلى تركيا في تموز 2011؟ نعم، علما أن آخر زيارة لأحمد داوودوغل إلى دمشق كانت في آب. المجلس يعني تريد أن تقول تريد أن تقول دكتور حسني، يعني أنت تريد أن تصل إلى فكرة أنه الوساطات، نعم، الوساطات كان عمرها قصير، يعني يعني الوساطات، نعم، شهر وبعدين كانت الأمور ذاهبة للتصعيد وإلى آخره، يعني بمعنى أنه كان يمكن للوساطات أن تأخذ وقت طويل، يعني مثلا 3 شهور 4 شهور حتى يمكن أن تثبت. نعم، لو كان الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وتركيا كدولة تريد أن تعالج الأزمة السورية نتيجة الصداقة الشخصية بين بشار الأسد والقيادة التركية، لكان على تركيا أن تصبر حتى أشهر. وما هذه المشكلة؟ يعني هي صبرت على المصالحة، مساعي المصالحة بين سوريا وإسرائيل. ألا تعتقد دكتور حسني أن يمكن أن تكون تركيا في هذه المرحلة قد خشيت من قيادة دولة أخرى منافسة لعملية إسقاط النظام، أو حتى لقيادة المعارضة واحتوائها، بمعنى أنه تركيا تركيا يعني استبقت ذلك خوفا من أن تقوم السعودية أو غير السعودية باحتضان هذا الحراك؟ لماذا أنت في الأسبوع الماضي قلت أو تحدثت بجملة واحدة عن ما قاله حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، عندما قال في تلفزيون قطر وبعد ذلك في البي بي سي بأنه تحدث مع الأتراك، وبعد ذهب إلى السعودية والتقى الملك عبد الله آنذاك واتفق معه، وقال له الملك عبد الله بارك الله ويلا امشي ونحن معك. يعني هذا الكلام قيل هكذا؟
إذن كان هناك شيء مخطط ومتفق عليه بين السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا كان يفعل روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في دمشق؟ ماذا كان يفعل في تركيا في إسطنبول؟ ولماذا كان يلتقي مع كل القيادات المسلحة وغير المسلحة من المعارضة السورية؟ نحن نعرف كصحفيين أين كان يجتمع وماذا كان يفعل وماذا اتفق وكيف اتفق. سؤال وجملة أخيرة، جملة أخيرة، 100,000 من المقاتلين الأجانب، من المقاتلين الأجانب، هل دخلوا سوريا بالمظلات من المريخ ولا القمر؟ هذا طيب. ليس كلامي، كلام نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما اتهم تركيا والسعودية والإمارات بالمسؤولية عن دعم الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة، والقول لجو بايدن وليس لي أنا. طيب اسمح لي أنتقل أستاذ ناصر زهير ومنه نبدأ، في أي لحظة أستاذ ناصر أخذت تركيا قرار إسقاط النظام في سوريا؟ باعتقادي تركيا لم تأخذ هذا القرار منفردة، هي كانت تتماشى مع الدول التي كانت تهيئ لدعم المعارضة السورية. يعني الآن تركيا اشتركت في هذا الموضوع عندما يئست من تغيير النظام لسياسته القمعية في سوريا. يعني إذا أردنا نحن الآن نتحدث ونتحدث ونتحدث عن من سلح، من أدخل الأسلحة، ولكن لا نتحدث عن الطرف الآخر. لماذا كانت هذه عمليات القتل؟ لماذا كانت عمليات الاعتقال التعسفي؟ لماذا كانت عمليات القصف التي أتت بعدها؟ كل ذلك يعني المسؤولية على الطرفين وليست على طرف واحد سواء كان هنا أو هنا. تركيا اتخذت هذا القرار باعتقادي بعد زيارة أحمد داود أوغلو الأخيرة التي خرجت بعدها وكالة سانا وقالت بأن أحمد داود أوغلو سمع كلام حازم ومزعج عن الرد السوري على الطرح التركي، وهذا الكلام يعطي بأن سوريا انفصلت أو قررت الانفصال عن المحادثات مع تركيا والانخراط في، يعني هنا الموضوع بدأ يأخذ دور أكبر، يعني بدأ يأخذ الدور سوريا وحلفائها من جهة مع دول الخليج وتركيا والدول الغربية من جهة أخرى، يعني الموضوع لم يعد ينحصر ما بين المفاوضات أو الوساطة التي كانت تقوم بها. لكن هنا قرار أستاذ ناصر، قرار إسقاط النظام في سوريا، هل بتقديرك كان قرارا تركيا خالصا؟ يعني أنه تركيا قالت بأننا نقتنع بأنه لا يمكن الإصلاح وأننا سنذهب باتجاه المواجهة وبالتالي إسقاط النظام كما قال الرئيس أردوغان وأكثر من مسؤول تركي، أم أن قرار إسقاط النظام كان قرار دولي تركيا شاركت به فقط ولكنها لم تتخذه؟ باعتقادي كان قرار دولي تركيا شاركت به ولم تتخذه. تركيا اتخذت قرار دعم المعارضة ودعم الطرف الآخر من السوريين الذي كانت ترى بأنه طرف مظلوم ومعتدى عليه، ولكن هي كانت مشاركة في أو بقصد أو بدون قصد. يعني كان هناك قرار عالمي اتخذ بإسقاط النظام في سوريا، وكانت الأنظمة تسقط بسرعة، يعني تونس بعدها ليبيا بعدها مصر أو مصر بعدها ليبيا، يعني كل ذلك كان الموضوع على من المفترض أن يأخذ شهور ولم يكن يأخذ أكثر من ذلك. الآن الذي حدث بأن الجميع يتملص من المسؤولية، حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري عندما خرج وتحدث بأن المسؤولية تقع على الطرف الآخر وبأنه كان يعني ليس لقطر دور كبير، بل على العكس كانت هي الطرف الفاعل الأبرز وكان هناك أطراف أخرى، ولكن تركيا هون هون يعاب عفواً عليها. عفواً سيد ناصر، هنا قال حمد بن جبر بن جاسم بأنه نحن كنا في القيادة يعني في هذا المشروع بالتنسيق مع أمريكا، ما دخلنا شيء، ما دفعنا قرش إلا بالتنسيق مع أمريكا، بعدين دخلت السعودية على الخط وصارت هي من تقود المشروع وأفسدت المشروع. طيب لماذا الولايات المتحدة اعتمدت على قطر في القيادة وبعدين اعتمدت على السعودية؟ لماذا لم تعتمد على تركيا العضو في حلف الناتو، الدولة الأكبر، الدولة الجارة، الدولة المجاورة؟ ليش اعتمدت على قطر والسعودية؟ نعم، الولايات المتحدة لم تكن تريد أن تسقط النظام فقط، ولم تكن تريد أن تدعم المعارضة. الولايات المتحدة كانت تريد لهذه المنطقة أن يحدث فيها ما يحدث فيها اليوم، وكان يعني حتى لو سقط النظام في العام الثاني أو الثالث ما ليبيا سقط فيها النظام منذ أول عام، ما الذي حدث إلى اليوم؟ يعني كان المخطط
كما قلت لك هناك إدارة أزمات، كان المخطط بأن تتفكك هذه المنطقة، سوريا مع العراق مع تركيا أيضا. يعني تركيا بتدخلها، يعني أنا أعلق على كلام الأستاذ حسني، لو كانت تركيا لديها نية كبيرة، وأنا لا أدافع عن تركيا، قلت لك تركيا مدانة في أنها دخلت في هذا الموضوع بالتنسيق الدولي من دون أن تعلم ما هي العواقب، ولكن إذا كانت تركيا لديها النية كانت ستحسب العواقب. يعني الآن تركيا ليست في أفضل حال منذ أن بدأت بدعم الثورة السورية. تركيا خسرت الكثير والكثير والكثير، سواء اقتصاديا، سواء في تحالفاتها، سواء بعلاقاتها مع الدول العربية، مع دول الخليج، مع مصر، كل ذلك سبب خسارات لتركيا. ولكن تركيا أيضا كانت تعول على مصالحها في موضوع الأتراك، في موضوع حزب العمال الكردستاني، في موضوع أن يكون هناك شريط إقليمي، وأنا أعرف الحدود الشمالية جيدا وتواجد الأكراد هناك جيدا، بأنهم كانوا يسعون إلى السيطرة على هذه المنطقة، والضرر كان سيكون سوري تركي ولم يكن سيكون تركي فقط. ولكن هي اشتركت بهذا الموضوع وبدأ بعدها التسليح، وكان التسليح يأتي أو حتى يعني إذا افترضنا بأن الأطراف سلحت، من الذي كان يقاتل؟ السوريون من الداخل كانوا يقاتلون قبل ظهور داعش وظهور النصرة، كانوا يقاتلون ردا على عمليات القتل التي كانت تأتي من الطرف الآخر. فبالتالي المسؤولية تقع على الطرفين وليست على طرف. طيب أستاذ حمزة تاكين، العوامل التي بلورت هذا القرار التركي، يعني ما هي العوامل التي أنضجت قرار تركيا بالذهاب إلى إسقاط النظام، خاصة أنه الأحداث فيما بعد أثبتت أنه هذا القرار أو هذا الخيار لم يكن خيارا صائبا، يعني بالنهاية النظام لم يسقط وصار في تداعيات سلبية على سوريا كلها وعلى تركيا أيضا. يعني عدة أمور، ولكن النقطة الأساسية بهذا الأمر ما قام به النظام السوري وطريقة تعامل النظام السوري مع الوساطة التركية خاصة في مراحلها الأخيرة. الطريقة لم تكن على الإطلاق يعني إيجابية، ولم تكن ذات يعني صفة جيدة بطريقة التعامل مع المسؤولين الأتراك، وخاصة مع أحمد داود أوغلو في تلك الفترة، وخاصة في الزيارة الأخيرة. هذه لماذا رغم العلاقات الجيدة؟ السؤال هنا الذي طرحته حضرتك قبل قليل على الضيوف، لماذا تركيا يعني توقفت عن الوساطة أو استعجلت بسرعة؟ برأيي السؤال يجب أن يسأل النظام، لماذا النظام السوري لم يستجب أو لم يأخذ بالنصائح التركية؟ في جواب أستاذ حمزة لما يقوله النظام في سوريا، يعني النظام قال بأنه المطلب التركي كان إخوان مسلمين، فوتوا الإخوان المسلمين على الحكم تنتهي المشكلة، وقلنا لهم لا. يعني هذا في الإعلام، أما في تحت الطاولة لم يكن هذا المطلب التركي على الإطلاق. كانت تركيا تريد يعني تعديلات في الدستور التركي السوري وفق ما خرج من أجله الشعب السوري. يعني هناك أزمة في سوريا كانت موجودة في تلك الفترة، تركيا قدمت نصائح بنية صافية طيبة للنظام السوري، ولو يعني أخذ النظام السوري ليس بكل النصائح، لو أخذ بجزء منها لكانت العلاقات بقيت طيبة بين أنقرة ودمشق. ولكن النظام هناك جهة، السؤال الذي يطرح، من هي الجهة التي ضغطت على النظام السوري في تلك الفترة لمنعه من الاستجابة للنصائح التركية؟ أستاذ حمزة، دمشق هي المسؤولة عن تدهور العلاقات بين تركيا وسوريا في تلك الفترة؟ دمشق كان التعامل السوري مع الوساطة التركية يعني بمستوى متدنٍ، وبالتالي هذا الأمر أزعج تركيا كثيرا، أزعج المسؤولين الأتراك. وكان الرد يعني تركيا طلبت من المطالب الأساسية عدم استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الأعزل. أتى الرد السوري على الشعب من خلال القصف والطائرات والبراميل المتفجرة، يعني هذه رسالة لتركيا. وبالتالي في هذا المنعطف كان الموقف التركي حازم بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، إلى جانب الثورة، وليس إلى جانب التنظيمات الإرهابية التي دعمت لاحقا من بعض الدول في الشرق الأوسط لتدمير الثورة السورية أولا، وتدمير لاحقا سوريا، ومن ثم تدمير المنطقة. يعني من العوامل التي بلورت قرار تركيا إسقاط النظام كان عدم الاستجابة للوساطة التركية، زيادة حدة العنف في سوريا، حدة العنف، وعدم يعني قبول بإصلاحات في النظام الدستوري في سوريا. وهنا إشارة أيضا يعني للأستاذ حسني، طيب هنا أخذ القرار، كانت تركيا كان القرار جماعي، يعني أمريكا، قطر، السعودية، تركيا،
إسقاط النظام، حتى فرنسا يعني. تركيا لا أرى أن تركيا كانت في هذا الركب، ولو أن النظام السوري في تلك الفترة استجاب للنصائح التركية لكانت تركيا وقفت إلى جانب النظام وليس إلى جانب السعودية وأمريكا وفرنسا وتلك الدول. تركيا أكبر دليل أن تركيا كانت حريصة على الديمقراطية وحرية الإعلام وحرية الصحافة وحقوق الإنسان في سوريا، كما هي حريصة اليوم عليها في الداخل التركي، أقصد حكومات حزب العدالة والتنمية حريصة على هذه المبادئ. يعني وجود السيد حسني بإسطنبول وهو يتكلم بهذه اللهجة المعادية لحزب العدالة والتنمية، لا سجن وتحاكم لأمور أخرى ليس لهذا الأمر، ليس لهذه الأمور. ولو كانت هذه النقاط فعلا موجودة لدى حكومات حزب العدالة والتنمية، على الأقل في حال سجن كما يقول هو لهذه الأسباب لكان بقي في السجن. الأجانب يعني أنت تسأل أستاذي الكريم أو هو يسأل، يعني من أين أتى الأجانب المسلحون الأجانب إلى سوريا؟ يعني لماذا تحصر القضية فقط في تركيا؟ يعني مع سوريا سأتي لهذا دول السؤال حدودية، لكن سأتي لبنان، لهذا السؤال. العراق، الأردن، لماذا فقط التصويب على الجانب التركي؟ يعني لا، هو سنتحدث عن كل دول الجوار في هذه الحلقات، لكن احنا بدأنا بحلقتين عن تركيا، سنتحدث عن لبنان، الأردن والعراق أيضا. لكن قرار إسقاط النظام كان تقديرات خاطئة من الحكومة التركية، بمعنى أنه القرار لما أخذ بني على تقديرات خاطئة، ليس خاصة تقديرات الأيام أثبتت ليس أنه تقديرات ما خاطئة على الإطلاق. تركيا منذ انطلاق الربيع العربي في بداياته قرارها الاستراتيجي الوقوف إلى جانب الشعوب وليس إلى جانب الأنظمة. كلنا نعلم هذه الأنظمة ماذا ارتكبت بحق تلك الشعوب، سواء في مصر أو ليبيا أو في أي دولة شهدت يعني بروزا لهذا الربيع. وبالتالي كان الموقف التركي مساند للشعب السوري، مساند لمطالب الشعب السوري، وليس لتسليح الشعب السوري، وليس لتدمير سوريا على خلاف بعض التوجهات لبعض الدول في الشرق الأوسط التي قامت بتسليح بعض الفصائل ويعني تغذية بعض الفتاوى الدينية المنحرفة التي تسببت بوجود أيديولوجيات متطرفة لدى بعض التنظيمات العسكرية. طيب في سوريا. اسمح لي أستاذ دكتور حسني محلي، نتحدث عن قرار إسقاط النظام، إن كان هذا القرار بعد سنوات لم يتحقق كان يتم الحديث عنه وكأنه أمر واقع، أنه بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، هل بتقديرك تركيا وقعت في تقديرات غيرها؟ يعني بمعنى أنه كان في لدى الولايات المتحدة، لدى الاستخبارات الأمريكية، لدى قطر، لدى السعودية معلومات من داخل سوريا بأنه الأمور انتهت، يعني بينما كانت هذه التقديرات خاطئة. هل وقعت تركيا فعلا في أزمة تقديرات خاطئة فيما يتعلق بإسقاط النظام، خاصة أنه الرئيس التركي نفسه رجب طيب أردوغان قال بعد فترة، بعد شهر ما مش عارف يعني بالضبط، سأصلي في المسجد الأموي في دمشق، يعني بمعنى أن الأمور حسمت نهائيا. هل تعتقد أن تركيا وقعت في خطأ التقدير، وما ما هي تداعيات ذلك بعدين؟ يعني هذه رؤية استراتيجية لم تكن لدى القيادة التركية مع الأسف الشديد. مع الأسف الشديد منذ بداية الأحداث، وبدليل أنها الآن هي الدولة الوحيدة المتورطة في الشأن السوري. الذين كانوا مع تركيا آنذاك في موضوع سوريا، إن كان أمريكا والدول الغربية أو الدول الخليجية، تركوا تركيا بمفردها، وتركيا هي الآن متورطة في هذا الشأن، وبدليل أنها اضطرت لمصالحة الرئيس بوتين ومصالحة إيران لإيجاد مخرج ما لهذه الأزمة، لأنها بدأت تنعكس على تركيا بشكل خطير نتيجة ما الوضع الموجود في شرق الفرات والتواجد الأمريكي. هذه ليست رؤية استراتيجية لقيادات استراتيجية في المنطقة. لماذا بريطانيا لم تتورط بهذا الشكل؟ لماذا فرنسا لم تتورط؟ ألمانيا لماذا لم تتورط؟ كانوا أذكياء جدا، لأنهم يعرفون الدولة الوحيدة التي لديها حدود طويلة مع سوريا هي تركيا. السعودية لم يكن لديها حدود، قطر ليس لديها حدود. كم من الإرهابيين دخلوا من لبنان؟ لنتذكر، لنقارن، كم من الإرهابيين دخلوا من الأردن إلى الأجانب، أقصد من الأردن إلى سوريا؟ ربما 10 أو 20. يعني
خلينا صريحين وخلينا واضحين. الأخ حمزة الأخ حمزة يقول عني بأنه والله هناك مواضيع أخرى. ليس هناك مواضيع أخرى، وإذا يريد أرسل له قرار المحكمة الذي حكمت علي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف فقط بأنني قلت تركيا تدخلت في الشأن السوري يا أستاذ حمزة. وإذا أنت تعتقد بأن النظام التركي الحالي الموجود أنه هو ديمقراطي فمبروك عليك هذه الديمقراطية. بطبيعة الحال هو النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط، هو النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط باستثناء الكيان الصهيوني الإسرائيلي. خلينا بالموضوع، تفضل دكتور. الآن تركيا باعتراف الأتراك وباعتراف الرئيس التركي متورط هو في الشأن السوري. يعني خلينا صريحين، والموضوع التركي مشابك شابك متشابك وشابك ومعقد جدا داخليا بانعكاسات ذلك. يعني ما هو سبب التوتر الآن بين تركيا وأمريكا في موضوع S-400؟ تركيا تحاول أن تشتري طائرات صواريخ S-400 من روسيا، وهي الآن في هذه اللحظة تقاتل الجيش الروسي في إدلب. يعني هذه التناقضات لا يمكن أن نتجاوزها. تركيا لديها الوضع الآن أستاذ حسني له علاقة ربما بالأمن القومي التركي وبالحدود التركية. لكن نحن نتحدث عن مراحل أولى، المراحل الأولى مراحل التسليح. هذا له علاقة بالسؤال الذي سألته. يعني لو كانت القيادة التركية، يعني يا ريت كنت استطيع اتحدث اكثر من ذلك. لو كانت القياده التركيه لديها رؤيه استراتيجيه عقائديه سياسيه نفسيه إسلامية لكان الارجح بالنسبه لها ان تثق بالدوله السوريه وبالرئيس بشار الاسد وبالقياده السوريه التي كانت متداخله مع القياده التركيه الى ابعد الحدود. فتركيا ليست ليبيا، تركيا ليست البحرين وليست مصر وليست تونس وليست المغرب وليست الجزائر. تركيا حدودها مع سوريا 911 كيلومتر. صح. تركيا لديها مشاكل في المنطقة. تركيا عانت من مشكلة الاحتلال الأمريكي للعراق. تركيا لديها حسابات مع إيران. تركيا لديها مشاكل مع روسيا. أسقطت الطائرة الروسية في 24 تشرين الثاني 2016 واضطرت 2015، وبعد ذلك اضطرت واعتذرت من الرئيس بوتين. هذه الأمور لو كان الرئيس أردوغان والقيادة التركية كان قد تصورها مسبقا، وبكل نية صادقة أقولها أبدا بدون أي كلام سلبي، أنا أعتقد لكانت تركيا الآن هي الدولة الرائدة والقائدة للمنطقة إسلاميا وعلمانيا وفكريا وإيديولوجيا. لأن الرئيس عبد الله قول، وأنت تذكر أعتقد أخ كمال، عندما قال تركيا العلاقة التركية السورية هي علاقة نموذجية ومثالية. صحيح. طيب اسمح لي أنتقل الأستاذ ناصر الزهير، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ثم نعود مباشرة. تحية من جديد مشاهدينا في القسم الثاني من مراجعة الحرب السورية. نتحدث عن دور دول الجوار في الحرب، وفي هذه الحلقة نتحدث عن تركيا وهي الحلقة الثانية. أستاذ ناصر زهير، أخذ رأيك فيما طرحناه على ضيفي، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت في تلك الفترة عن أن تركيا فتحت الحدود، تساهلت، تراخت، ساعدت، اختلفت التقارير، ولكن الحدود التركية كانت المعبر الرئيسي لدخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا، يعني عرب وغربيين أوروبيين ولكن ليسوا سوريين. وتركيا غضت النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية، يعني ما كانت تركيا تدقق إن كان هذا متطرف داعش نصرة إلى آخره، ولذلك كان هذا سبب ولادة تنظيمات متطرفة. ما مدى دقة هذه التقارير؟ ماذا كان يحصل على الحدود السورية التركية من هذا الجانب في هذا الجانب؟ نعم، اولا الحدود السورية فتحت، ولكن هناك اولا
نسأل كيف انسحب الجيش السوري من عزاز ومن المناطق المحيطة في الشمال السوري، وكيف انسحب من مدينة الرقة خلال يومين أو ثلاثة بعدها بسنة أو سنتين. أنا لدي يعني بحثت كثيرا في موضوع الجماعات المتطرفة في مركز جنيف للدراسات، وأستطيع أن أقول لك بأن نعم هناك مقاتلين كثيرين دخلوا من الحدود التركية، ولكن دخلوا أيضا من العراق ودخلوا من لبنان ودخلوا من الأردن. هذه نقطة. النقطة الثانية بأن الحدود فتحت ما بين المعابر، ما بين اللاجئين، يعني هناك 4 مليون أو 2 مليون على الأقل في بداية الأزمة دخلوا إلى تركيا. المقاتلين الذين كانوا يأتوا إلى سوريا، تركيا يدخل إليها كل سنة ملايين السياح، يعني الذي كان يأتي إلى انضمام إلى داعش من كندا أو من روسيا أو من بريطانيا أو من فرنسا لم يكن يأتي بلحية وبجلباب وببندقية حتى يعرفوا إذا كان هذا متطرف أو لا، كان يأتي بصورة معينة كسائح كغيره، وبعدها ينتقل إلى الحدود. كان هناك أشخاص يقومون بإدخاله إلى الحدود. هل كان هناك دور للدولة رسميا التركية؟ أنا أجيبك بلا، قطعا، على الأقل في الدلائل الموجودة حاليا. ولكن هل كان هناك دور استخباراتي غربي غيره بتنسيق مع استخبارات تركية أو غيرها؟ هذا يعني أيضا أنا أستبعد هذه الفرضية، ولكن أنا أستطيع أن أقول لك بأنه كان هناك أيادي أخرى تلعب في المنطقة، يعني كان هناك أشخاص آخرين يدعمون فكرة أن يكون هناك تنظيم جهادي. وتركيا بالذات لا تستسيغ فكرة بأن يكون هناك تنظيمات جهادية على حدودها، يعني سواء كانت النصرة، داعش، أو المقاتلين المتطرفين، هي لا تريد هذه الفكرة. كانت تدعم الجيش الحر، نعم كان لديها دعم للجيش السوري الحر أو ما يسمى بالجيش السوري الحر، ولكن لم تكن بدور بأن يأتي إلى هناك مقاتلين متطرفين. كان هناك أيادي أخرى توصل هؤلاء المقاتلين، من وأيضا من الأردن دخل كثيرون، ومن العراق دخلت النسبة الأكبر، وكانوا يأتون إلى مطار أربيل وبعدها إلى العراق وبعدها إلى الحدود السورية. ولكن باعتقادي تركيا أخطأت على الأقل في الجانب الرسمي بدعم أو بالتعامل أو التعاطي مع الإخوان المسلمين فقط، أو الجهات السياسية الممثلة للإخوان المسلمين. يعني هناك عديد الشخصيات التي طرحت فكرة بأن يكون هناك، المعارضة السورية انقسمت إلى شخصيات أو هيئات تدعم إلى قطر، هيئات تدعمها السعودية، هيئات تدعمها الولايات المتحدة، هيئات تدعمها فرنسا وبريطانيا، وهيئات تدعمها تركيا. التركيا تعاملت فقط مع الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين مع كامل الاحترام أثبتوا بأنهم لا يستطيعون العمل سياسيا على الأقل. يعني هم أخذوا الفرصة في مصر وإلى الانقلاب أو ما يسمى بالانقلاب، لم يكن لهم دور كبير جدا في أن يكون هناك عمل سياسي أو وصول إلى السلطة. يعني هم يستأثرون بالسلطة، هم يكونون فقط أصحاب القرار الوحيد، وهذا أفشل. أنا لدي سؤال أستاذ ناصر، برأيك لماذا فشلت تركيا في توحيد القوى العسكرية؟ يعني كل الوثائق المتعلقة بالحرب تقول أنه كان في صداع في تركيا من الانقسام الحاصل في معسكر الضباط المنشقين بين القيادات العسكرية الكبيرة التي كانت تتقاتل كالأطفال كما وصفوهم هم يعني في وثائق للمعارضة. وتركيا كانت عاجزة عن توحيدهم، وكانت عاجزة عن أن تجعل لهم قيادة موحدة، وكذلك فشلت تركيا في توحيد المعارضة السياسية، رغم أنه كل، أنت أشرت إلى دعم الإخوان المسلمين، لكن كل المؤتمرات التي عقدت أو 90% من المؤتمرات التي عقدت وشارك فيها الجميع، يعني من قوى علمانية إلى يسارية إلى آخره، كلها كانت تعقد في رعاية إسطنبول في تركيا. لماذا أيضا فشلت في توحيد المستوى السياسي للمعارضة السورية؟ تفضل. نعم، باعتقادي كان لأن كل طرف أو كل هيئة من المعارضة كانت تتبع إلى جهة معينة. يعني كانت هناك هيئات تتبع إلى قطر، هيئات تتبع إلى السعودية، هيئات تتبع للولايات المتحدة، وهيئات تتبع لفرنسا، وهيئات تتبع لتركيا، بالتالي وهيئات لها اتجاهاتها الخاصة. بالتالي لم يكن هناك أحد يريد أن تجتمع هذه المعارضة وأن يكون لديها
عمل موحد، هذا على المستوى السياسي. على المستوى العسكري على الأرض أيضا كان هناك أولا صراع بين الأجنحة، يعني الأجنحة التي دعمت المعارضة السورية، كل طرف يريد أن يكون هو الأقوى، هو الذي دعم بشكل أكبر، هو القائد لهذا التغيير في سوريا. وبعدها عندما حدث الخلاف بين السعودية وقطر، وبعدها بعد بين السعودية وتركيا، وبعدها بين كل الأطراف المتصارعة، بدأت هناك كل طرف يعمل لإفشال الطرف الآخر. يعني الصورة الأخيرة التي أخذت لقادة من المعارضة أو قادة من الفصائل العسكرية مع الجولاني قائد فتح الشام أو النصرة، باعتقادي هي كفيلة للإجابة على هذا السؤال. يعني من أرسل هؤلاء لالتقاط هذه الصورة مع الجولاني هو أراد إحراج تركيا بشكل كبير جدا، وإظهارها بأنها إذا دعمت هؤلاء الذين بالمناسبة لا ينتمون إلى النصرة، إنما هي تدعم النصرة والجولاني. يعني هنا أعتقد بأن هناك أيادي خفية تلعب بالموضوع، وأنا دائما أفترض الولايات المتحدة لأنها الطرف الأقوى اللاعب في سوريا حتى لو كانت في الخفاء. يعني عندما تكون الولايات المتحدة غير موجودة على الساحة، هي موجودة بشكل كبير ولديها أطراف تدعمها من خلف الستار، هي الآن تريد كما أطرح دائما، هناك كان اتجاه لتدمير تركيا، لتدمير سوريا، لتدمير العراق، لتدمير لبنان. يعني إذا نظرنا إلى كل الأطراف المتحالفة أو غير المتحالفة، إيران، السعودية، قطر، تركيا، سوريا الآن، انظر إلى حالهم منذ عام 2011 وانظر إلى حالهم الآن، الجميع في ورطة، الجميع في أزمة، في حالة استنزاف. أستاذ حمزة تاكين، طولت عليك لكن كثير من الأسئلة. ما يهمني فعلا هو تبيان العلاقة بين تركيا وبين جبهة النصرة. هل هناك علاقة بين تركيا وجبهة النصرة؟ لأنه الصورة التي أشار إليها الأستاذ ناصر ورفعت في مجلس الأمن أحرجت تركيا إحراجا كبيرا، الجولاني مع قيادات كل يوم تذهب إلى تركيا وتأتي، كل يوم تجتمع في تركيا وتأتي، الجولاني يتخذ أو النصرة تتخذ من مدينة إدلب على الحدود التركية مقرا لها، جماعة الجولاني يتعالجون في تركيا، كل هذه التقارير تسمعها يوميا، وأيضا السلاح الذي ظهر بيد النصرة مؤخرا، صواريخ تاو والصواريخ المضادة للطائرات والتي اتهمت تركيا بتزويدها للنصرة. أريد أن أتحدث عن علاقة، هل فعلا هناك علاقة بين جبهة النصرة تنظيم القاعدة وتركيا؟ وطبعا مع الإشارة أنه جبهة النصرة دخلت إلى سوريا في 2011 بتفجير في جنوب دمشق أعلنت عنه جبهة النصرة، وقالت الولايات المتحدة بأنه القاعدة وصلت إلى سوريا. كما قال ضيفي أيضا، عفوا لأني طولت أستاذ ناصر، أغلب قيادات القاعدة دخلت من العراق إلى سوريا. ما طبيعة العلاقة بين جبهة النصرة وبين تركيا؟ تركيا أستاذي الكريم في هذه العقلية التركية الموجودة اليوم في أنقرة لا تقبل على الإطلاق أي علاقات وأي تعامل مع أي تنظيمات إيديولوجية متطرفة، وبالتالي يمكن القول والجزم أن تركيا لا ترتبط بأي علاقة مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وأيضا نفس الصورة تنطبق على تنظيم داعش الإرهابي. تركيا الدولة الوحيدة يمكن القول أن المتضررة من هذين التنظيمين الإرهابيين، وبالتالي لا يمكن القول أن دولة تدعم جهة معينة وهذه الجهة تضر بهذه الدولة فقط. لكن في تساؤل أستاذ حمزة اليوم، أما الصور قوات غصن الزيتون وقوات درع الفرات هي قوات سورية مدعومة من تركيا بشكل مباشر، قاتلت ضد الوحدات الكردية وضد داعش في شمال سوريا، اليوم انتقلت لتقاتل مع النصرة على جبهات ريف حماة. يعني البعض يتساءل، هذه قوات مدعومة من تركيا تقاتل كتفا على الإطلاق. اليوم ما يحصل في إدلب مختلف كليا، ونتابع قضية إدلب قبل شهرين أو ثلاثة أشهر نرى أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أو ما يسمى اليوم بفتح الشام، هيئة تحرير الشام، يعني استولت على مراكز المعارضة السورية المعتدلة، لم تقاتل معها كتفا إلى كتف، واليوم لا تقاتل يعني جبهة النصرة مع القوات السورية المعارضة المعتدلة على الجبهات على الإطلاق. لكل من هذه الأطراف جبهته الخاصة، ما يؤكد أن تركيا لا ترتبط بعلاقة مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. اليوم ما يحصل في إدلب، لو كانت تركيا على علاقة مع هذا التنظيم لاستطاعت
أن تفككه في إدلب بإطار اتفاق أستانا، اتفاق إدلب مع روسيا بين موسكو لكنه وأنقرة. تمرد على تركيا، ولكن التنظيم لم يستجب للمطالب التركية ولم يفكك نفسه ويطرد العناصر الأجنبية منه، يعني العناصر الأجنبية المنضوية تحته إلى خارج إدلب، والعناصر السورية تندمج مع المعارضة المعتدلة. وبالتالي هذه إشارة أن تركيا لا ترتبط بعلاقة مع التنظيم على الإطلاق، وهي المتضررة اليوم في إدلب. يعني النظام السوري وإيران وروسيا جهات تتخذ من تنظيم جبهة النصرة ذريعة اليوم لتقصف إدلب ولتهدد كل يوم بعملية عسكرية على إدلب، وبالتالي هذا يضر بصورة تركيا وبقوة تركيا في المنطقة وبالورقة التركية يعني على طاولة يعني المفاوضات. جبهة النصرة هي عبء على تركيا، عبء كبير إدلب اليوم جبهة وليس النصرة على وليس 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 مسمار جحا يعني على الإطلاق، أو كما يقال يعني يعني آخر أو تقاتل به تركيا. تركيا متضررة جدا من هذه التنظيمات الإيديولوجية التي نعرف ويعرف المشاهدون ممن تتلقى الدعم المادي والعسكري والفتاوى الدينية التي تغذي مثل هذه الأفكار المتطرفة التي اليوم يعني تضر بتركيا قبل أن تضر بسوريا وبالشعب السوري. في صحفيين وإعلاميين تلفزيونيين، ما بدنا نذكر أسماء ولا محطات، دخلوا إلى تركيا ومنها إلى إدلب والتقوا مع الجولاني على الهواء مباشرة وسألوه ما يسأل، والتقوا بأسير طيار سوري أيضا لدى جبهة النصرة وحققوا معه على الهواء وإلى آخره، وعادوا من تركيا إلى بلادهم. يعني بمعنى هذا أمر طبيعي أستاذي الكريم، يعني هذا عمل صحفي. هذه النقطة، نفس القضية حصلت في منطقة عرسال اللبنانية عندما دخل بعض الصحفيين اللبنانيين إلى عرسال والتقوا مع أمراء تنظيم جبهة النصرة أيام كانت الجبهة التنظيم الإرهابي يختطف عدد من الجنود اللبنانيين، ودخل صحفيون لبنانيون إلى عرسال والتقوا مع أمراء التنظيم ثم عادوا إلى بيروت ونشروا اللقاءات الصحفية. هل يمكن القول أن الدولة اللبنانية تدعم تنظيم جبهة النصرة في عرسال؟ لا يمكن لا يمكن، وبالتالي لكن نفس الصورة لكن تنطبق على الجانب لكن عندما التركي. يقوم هذا ليس موضوعي، لكن هناك صحفي تركي محلي يجتاز الحدود ويعمل لقاء مع من يريد، غير ما يأتي صحفي بتكت طائرة بفيزا إلى تركيا، وتركيا أكيد تعرف إلى أين سيذهب ومن من سيلتقي وشهادة اللقاء ثم عاد عبر تركيا وآخر. يعني لو كانت كما لبنان صحافة محلية دخلت إلى الحدود، لأنه هاي بلده مدينته، يعني أنت ما فيك تجي تحاسب صحفي تركي لأنه عبر نفس القضية يعني نفس 4 أمتار أو 5 أمتار، نفس المنطق ينطبق هنا وهناك، نفس المنطق. يعني عندما تسمح لصحفي من يعني جنسية بلدك باللقاء مع هؤلاء الإرهابيين، يعني نفس القضية عندما تسمح لصحفي أجنبي، وبالتالي هذه إشارة أو هذه صورة لا تشير إلى أي علاقة مع جبهة النصرة. طيب، على الإطلاق من الجانب. في موضوع آخر قبل أن أنتقل أستاذ حسني، العلاقة المميزة مع قطر، شو سرها أستاذ حمزة؟ حديثا سابقا منذ بدأت يعني أستاذي الكريم، العلاقة اليوم يقال قطر وتركيا العلاقة تقريبا مع قطر تاريخية واحد. العلاقة مع قطر تاريخية منذ أكثر من 100 سنة، يمكن الرجوع إلى عهد الدولة العثمانية، آخر جندي عثماني خرج من الخليج العربي كان من قطر، وبقيت العلاقات متميزة منذ أيام السلطان عبد الحميد بين العائلة الحاكمة القطرية، وتطورت أكثر وأكثر إلى علاقة استراتيجية الآن مع حزب العدالة والتنمية. القضية يعني التهويل الإعلامي لهذه العلاقة بين الدوحة وقطر يعني يصدر من الدول بين الدوحة وأنقرة، من الدول التي تحاصر اليوم قطر. أما هي علاقة طبيعية، علاقة استراتيجية عادية، لا ترتبط بأي أمور ليست حلف سلبية فيما يتعلق على الأقل نحن موضوعنا اليوم سوريا. لم يكن على الإطلاق يعني العلاقة بين الدوحة وأنقرة لم تنتج أمور سلبية فيما يتعلق بالأزمة السورية على الإطلاق، بل كانت يعني لكن نفس الموقف من أنقرة سوريا تقريبا أمور إيجابية، نفس الموقف في بعض الأمور، ليس في كل النقاط بين قطر وتركيا، ولكن كما قلت الأمور المضخمة إعلاميا تأتي من الدول المحاصرة لقطر اليوم، من التدخل التركي السريع الذي أتى عقب الحصار للدوحة،
وبالتالي اليوم هذه الدول انزعجت من الدور التركي هناك. طيب مباشرة إلى الدكتور حسني محلي، أخذ رأيك طبعا أستاذ حسني بما طرحناه من نقاط فتح الحدود، العلاقة مع جبهة النصرة، والعلاقة مع قطر التي قيل أنه يعني بعض التقارير لا نعرف مدى دقتها وصحتها الآن الأستاذ حمزة ينفيها، أنه قطر هي تلعب دور في تركيا أو أصبحت تحرك تركيا أو تركيا تنظر للمنطقة من منظار القطري، هكذا كتب، الله أعلم. الله أعلم، كويس. يعني معلش الشديد، أولا لتصحيح المعلومات هذا مهم لنا، العلاقة بين قطر وتركيا ليس كما يقول. خرج آخر جندي عثماني من قطر 1913، خرج مهزوما وهزيمة شنعاء، لم يخرج بهذه الصورة بل خلج، خرج نتيجة اتفاق مع القطريين في تلك المهمة. طيب موضوعنا ليس التاريخ، يعني تزوير تاريخي قدمه الأستاذ حسني في الحلقة الأولى واليوم، ويعني نحن نسكت عن هذه المعلومات التاريخية المغلوطة، ولكن لا يمكن السكوت عن هذه الأمور. لا يمكن أن تربط قصة قطر بتركيا بالتاريخ، التاريخ ليس صحيح. طيب قبلك بماذا يا أستاذ في الحلقة الماضية أنت ربطت التاريخ بين دمشق وأنقرة، ربطت التاريخ بين دمشق وأنقرة، لماذا هنا تربط وهناك ترفض يعني؟ طيب خلينا نحكي الآن سر هذه العلاقة. سر هذه العلاقة كثيرة، أسرار هذه العلاقة كثيرة، ليس هو الموضوع السوري فقط أو الموضوع الإقليمي، هناك قضايا كثيرة لا يمكن أن يتحدث عنها أحد، وبدليل أن أمير قطر لماذا تبرع بطائرته الخاصة 500 مليون دولار للرئيس أردوغان؟ هل يتبرع شخص لشخص آخر 500 مليون دولار طائرة؟ لماذا أنت منزعج من هذه الهدية يا أستاذ؟ يعني أتريد هدية بهذا الحجم؟ أنا ما أعطاني، كان لازم يعطيني أنا كمان طيارة يعني. أنا ما منزعج، أنا لو يعطيني طيارة كان سكتت، خل يعطيني طيارة بصير صديقه. طيب. أنا كمان ربما مثلك. طب المسألة يعني ليست مرتبطة أستاذ حسني، ما يهمنا يعني في الحلقة كنت سكتت، يعني الآن هناك جهة تعطيك لتتكلم على تركيا، هذا يعني التطابق القطري التركي في رؤية الوضع سوريا. السعودية اختلفت مع تركيا، أمريكا اختلفت مع تركيا، روسيا اختلفت مع تركيا، لكن هناك رؤية قطرية تركية موحدة تجاه سوريا، هذا ما يهمنا. لأنه الآن تركيا، لأنه قطر الآن بحاجة لتركيا. قطر ليس لديها الآن أي حليف أو صديق بيسلم عليها غير الرئيس أردوغان. يعني لنكن صريحين، هل قطر أو هل حكام قطر لديهم إرادة سياسية بالمفهوم السياسي؟ يا أستاذ حكام قطر، أنا لست أدافع عن قطر، ولكن حكام قطر أثبتوا قوة سياسية وحنكة سياسية في مقاومة الحصار يعني. واليوم قطر، أنا ذهبت إلى قطر وقبل أيام كنت في قطر، والوضع في قطر ممتاز والأمور جيدة، وقطر تتحضر للمونديال القادم ولا يوجد أي مشكلة. طيب شوف تفسير التطابق، تفضل أخ كمال. جملة على في هذا الموضوع بعدين سأنتقل لموضوع آخر. يعني موضوع قطر، يعني هم قالوا أنهم اختلفوا مع في القمة العربية مع السعودية الذين كانوا حلفاء لها في سوريا وغير هذه الأمور. يعني في 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 قطر اللي هي 11 ألف كيلومتر مربع، أنت تعرف حجم قطر. يعني فيها قاعدتين من أكبر القواعد الأمريكية في العالم، الاعتديد وإسلامية وسيلية. وأمريكا احتلت العراق ودارت شؤون احتلال سوريا وشمال شرق العراق وشرق سوريا من قاعدة الاعتديد اللي هي القيادة المركزية. يعني هل هذه القيادة القطرية الآن أصبحت بهذا الاستقلالية؟ هذا حطها على الطرف. نجي على موضوع النصرة. يعني أنت قلت أن القيادة السورية الحالية في دمشق يعني هي مستقلة؟ لا أريد أن أقول هذا موضوع، إذا بدك نحكي في الموضوع كمان. طيب خلينا على النصرة. يعني النصرة هذا الموضوع. نجي على موضوع النصرة. يعني أنت أخ كمال قلت الكثير، يعني نقلا عن وسائل إعلام عالمية، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، نقلا عن المسؤول الروس، نقلا عن معلومات من المنطقة، يعني المقابلات التي أجريت مع الجولاني وقيادات الجولاني وغيره. يعني الرئيس أردوغان
هو الرئيس أردوغان مرتين دافع عن النصرة، يعني قال هاجم الغرب، قال لماذا تقولون عن النصرة بأنها منظمة إرهابية؟ هي ليست منظمة إرهابية. الرئيس أردوغان يا أخي يعني ليس حسن محسن. ما هذا الكلام؟ هذا أمر مرفوض لا يمكن السكوت عليه. كل التصريحات الرسمية التركية تقول تنظيم جبهة النصرة الإرهابية، ويمكنك العودة إلى الإعلام التركي الرسمي، إلى قناة التلفزيون الرسمي التركي، وإلى وكالة الأناضول، تصف التنظيم بأنه إرهابي. طيب انا بحكي لك على السطر يا استاذ. ايه بس لحظة أردوغان. استاذ حسني، طيب الرئيس أردوغان. لحظة ارجو عدم المقاطعة اذا كان في رد سأعطيك مباشرة، ولكن التزوير التاريخ والتزوير امام المشاهدين امر غير مقبول. طيب سأعطيك بعد المباشرة لتوضح. تفضل. اوكي الرئيس أردوغان في قمة طهران سوتشي، يعني بعد سوتشي في قمة طهران عندما كان مع بوتين وروحاني، ألم يدافع عن 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 النصرة عندما قال يا أخي لماذا تضربون إدلب؟ ألم وألم يرد عليه بوتين عندما قال له التنظيمات الإرهابية غير موجودة هنا؟ استغفر الله العظيم. طيب تسمح لي يعني أوكي بدي أنتقل لنقطة أخرى. أحكامات. إيه تفضل بسرعة. اتفاق سوتشي بين بوتين وأردوغان. نعم. ألم يكن في 15 تشرين الأول الماضي؟ صحيح. لماذا لم يطبق حتى الآن؟ هات نشوف. لماذا لا يطبق حتى الآن؟ لماذا الروس أكثر من مرة، والأسبوع الماضي حتى رئيس الوزير الروسي قال بأن الأتراك يترددون في تطبيق اتفاق سوتشي، وهناك 12 أو 11 على ما أذكر نقاط مراقبة لتطبيق اتفاق سوتشي في إدلب. طيب لماذا لا يطبق؟ بسبب البراميل التي تنزل على أهل إدلب الآن، بسبب القصف الجوي الذي يعني يستهدف المدنيين في إدلب. أنتقل لنقطة أخرى أستاذ ناصر، في باريس، هل صعود القوة الكردية في شرق الفرات أدى إلى تغيير المقاربات التركية للحرب السورية؟ بمعنى أن تركيا تخلت عن هدف إسقاط النظام بعدما وجدت أن الكرد أصبحوا مدعومين من الولايات المتحدة وأصبحوا يشكلوا تهديدا لها، هل هنا تغيرت مقاربة تركيا من الحرب السورية؟ تفضل، ما ظل معنا وقت كثير، أرجو يعني إجابات مختصرة. نعم، لكن بشكل سريع. أولا بالنسبة للأستاذ حسني، عندما لم تقم تركيا باحترام اتفاق الستانة وتطبيقه، أين اتفاق سوتشي والستانة بمناطق خفض التصعيد التي كانت في درعا والغوطة وتم قصفها والسيطرة عليها؟ هذا أولا. بالنسبة لموضوع قطر فقط تعليق بسيط. إذا نظرنا هل ممكن أن تكون قطر تحالفت مع تركيا هذا التحالف الكبير بدون الإرادة الأمريكية؟ باعتقادي لا. تركيا موجودة في قطر امتداد لمصالحها الاستراتيجية في الخليج، وهي الآن على علاقة جيدة مع قطر، هناك قاعدة لتركيا في قطر، ولكن هي لمصالح تركيا وصداقة تركيا مع قطر، وممكن أن تمتد لتكون مع الخليج في فترة لاحقة. ولكن المسؤول عن النزاع الآن وهذا الانقسام بين قطر والسعودية وتركيا باعتقادي هو الولايات المتحدة والدول التي تبيع الأسلحة وتستفيد من هذا الانقسام. بالنسبة لموضوع تواجد الأكراد باعتقادي نعم، هو غير كثيرا من سياسة تركيا وقادها إلى أن تكون متحالفة مع روسيا، وأيضا تخلي الدول الغربية عنها أو الدول التي كانت. أستاذ ناصر، سؤال انتهى الوقت، تعليق سريع أخير. تركيا الآن فيما يتعلق بتنظيمات PKK الإرهابية في الشمال السوري ستكون أصبحت أولوية الآن لتركيا؟ ليست أولوية، نقطة أساسية عند تركيا. سيكون هناك تحرك تركي على الأرض لمواجهة هذه التنظيمات. سمحنا أيضا، ربما الموضوع يحتاج إلى حلقة أخرى في الأسبوع المقبل نتابع فيها الموضوع التركي، ونتابع فيها أيضا الحديث عن اتصالات تجري لتقريب وجهات النظر مرة أخرى بين دمشق وتركيا، وعن علاقة تركيا بروسيا وبإيران رغم المواجهة في الميدان. مشاهدي الكرام، أشكر الأستاذ الكاتب السياسي حمزة تكين لحضوري هنا في الاستوديو، دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية من اسطنبول، ومن باريس ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.